الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السائل يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات. قال: إن سب الأموات يؤذي الأحياء. وما أعرف بقية السؤال شنو، كأنه بيقصد الكلام اللي بيقال عن الجماعة ديل، ده سب للأموات كأنه كده. على أي حال، سب الأموات ما بيجوز، وسب الحي ذاته ما بيجوز. وللميت ما بيجوز تسب للميت ولا الحي. الأصل في الكلام ده إنه حرام، ما بيجوز. ولكن الذي يفعله الإخوة هنا الدعاة، ده ما اسمه سب للأموات. يعني لما أجي أقول لك في واحد حي ولا ميت، قال كده، قال له كلام معين، والكلام ده باطل ما بجوز، هل ده سب له؟ لما أنا أجي أقول كلامه ده باطل، ده سب؟ ده ما سب. وإلا يبقى القرآن ذاته فيه سب. لو ده سب، يبقى القرآن ذاته فيه سب، لأن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن نقل كلام بتاع ناس، كلام بتاع ناس، وقال باطل، هل ده سب لهم؟ ربنا قال: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فرعون ده الوقت ذاك حي ولا ميت؟ ميت. هل ربنا سباه؟ ما سباه، لكن بين لك انه العمل غلط. فهمت؟ بنفس الفهم ده، انت لما تجي تقول شيخ فلان ده قال وكلامه ده باطل، لو ميت ولا حي، ده ما اسمه سب له ذاته. فهمت كلامي؟ ده ما اسمه سب له. والسب ذاته بيجوز لمن اعتدى عليك. تسأل لو في زول اعتدى عليك انت كشخص، بجوز لك انت تسبه ولا ما بجوز لك؟ بجوز. لو زول جاء قال لك انت كلب، بجوز لك تقول لك كلب انت؟ ربنا قال كده، ربنا قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المظلوم بجوز له ياخذ حقه، ده في الشريعة كده. ظلمت، عشان كده ربنا قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لما فرعون عليه لعنة الله أساء لموسى عليه السلام، قال له: وإني لأظنك يا موسى مسحورا. موسى عليه السلام رد له ولا ما رد له؟ ولا خلاه كده؟ قال له: طبعا احنا السب ده عندنا ما بجوز، وسكت على كده. لا لا لا، قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. رد له ولا ما رد له؟ اداه تمام. مسبور معناه مجنون، مسبور معناه ملعون. رد له. عشان كده انت بتقول السب مبدوز، لكن ربنا اباحه في بعض الامور. اعتدى عليك تديه طوالي، زول ظلمك، ظلمك انت تدي في راسه طوالي. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث من أحاديث البيوع، ده في بيع، سيبك من العقيدة، بيع بيع سائد، بيع تمر ولا بيبيع لك في مدمس. فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. مطل الغني يعني زول يكون عنده ما شاء الله بقالة كبيرة مليانة، وزول شبعان وانت دار منه 10 جنيه بس، 10 جنيه دايرة منه، تيجي تقول اديني القروش بتاعتي، وارجع عينك للخزنه بتاعته مردومه ردم.
بقول لك امشي وتعالى بكره يا زلمه داير 10 جنيه تعال تعال لسه ما افطر انا مزحوم شغال ببيع قالب قروش راقدك ده اسمه المطل يعني مماطله النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم يحل ماله وعرضه بحل لك ماله يعني انت لو لقيت فرقه في العشر جنيه بتاعتك شيلها هذا حقك قال يحل ماله بالقانون بحل ماله كويس قال وعرضه وعرضه تمشي تتكلم فيه قدام الناس تقول لهم ذاك حرامي ما كان حقك بحل ماله وبحل عرضه ولذلك الزول اللي بيقول لك ما تسبوا الاموات وفي الحقيقه بيكون زعلان من العقيده بتاعته وما موضوعه مع الاموات ميت ولا حي هسه الميت ده لو وهاب يا ابن بيزو والله يسبوا لك ويسبوا امه ذاته لكن وفي النهايه عقيدته عند الجماعه دي العقيده بتاعته هنا قاعد هنا ده اول ما تقول لها زهير الرياض والسمانيه قال اوكي كورك ما تسبوا الاموات طيب بس لو تكلمنا في محمد عبد الوهاب كيف؟ يقول لك الوهابيه بس اخيت الله يلعنهم وطيب ما قلت ما تسبوا الاموات محمد عبد الوهاب ده قالوا خاتنه في هناي في بترينا ما مات زمان دفنوه طيب السائل بيقول هل البنطلون يجزي ويخرج به الانسان من الاسبال اسبال الازار ده يا اخواننا كونه يتجاوز الكعب الكعب ده اللي احنا بنسميه عظم الشيطان والشيطان ما عنده عظم هنا عنده معك شغله الناس بيسموه عظم الشيطان ده اسمه الكعب محل الوضوء الازار بتاعك ما يمشي تحت منه لابس بنطلون لابس جلابيه لابس سكيرتي ما يمشي تحت بس ده الموضوع هنا فهمت كلامي؟ النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي قال ولا حظ للإزار في الكعبين ما يهبش الكعب يكون فوق منه بس ده الموضوع هنا ده كده انت ما مسبل أما لو بنطلون ضيق ده يبقى حرام من ناحية تانية يعني ما من ناحية الإسبال ده يبقى الحرمة بتاعته من ناحية تانية ألا وهي حرمة التشبه بالنساء أو التشبه بالفساق أنت البنطلون ما تلبسه ضيق البسه واسع ليسترك لكن ما ممكن أنت لابسك بنطلون وعورتك يا هذيك زهرة البسه ساتر سترك تب لبس بتاع رجال اللبس الضيق ده بتاع الحريم وده بتاع الأولاد قليل الأدب ما تلبسه قال معنى الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخر الآية معناها اتبعوا ما تتلو الشياطين أي ما افترضه الشياطين شياطين ما كذبوا على سليمان عليه السلام قال ربنا قال وما كفر سليمان يعني سليمان ما كان ساحر من السحرة ما كان ساحر لكن ربنا أداه ملك ربنا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ربنا قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين يعني الشياطين دل كانوا شغالين تحت سليمان وشغالين تحته سخرهم الله وما بيجوز لزول تاني يشغل الشياطين ويقول انا زي سليمان ما بجوز عشان ما يجي صوف يغشك يقول لك نحن عندنا خدم طبعا بيخدمونا زي ما سليمان كان عنده نحن عندنا اوعى كذاب يا صوفي انت ما عندك اي حاجه انت دجال ليه؟ لانه سليمان لاحظ في الايه قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد ما في زول ثاني عنده ملك سليمان ده يجيك واحد هسه تجاني
تلقى لها بس خاتم يقول لك ده خاتم سليمان. يسيل عينك. خاتم سليمان جابه لك انت شنو؟ هو سليمان قال لا ينبغي لاحد من بعدي. ما في ثاني طريقه. النبي عليه الصلاه والسلام يوم في الصلاه بيصلي والحديث في البخاري فقبض كده بيده. الصحابه استغربوا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهت الصلاه قال لهم انه الشيطان اتاني بشعله من نار. ده شايل له شعله ماديه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخنقته خنقه قال حتى وجدت برد لعابه على يدي. خنقه لحد ما لسانه مرق وجر في يد النبي صلى الله عليه وسلم. ريل في يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خنقه تمام. قال ولولا اني تذكرت دعوه اخي سليمان. سليمان ما عنده دعوه. لا ينبغي لاحد من بعدي. قال لو ما تذكرت الدعوه دي قال لربطته بساريه المسجد يلعب به صبيان المدينه. كان بربط لكم هنا يلعبوا بشوف على الشيطان ده. لكن قال لي تذكرت دعوه منه سليمان انه ربنا يسخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. شغالين تحت سليمان لكن ما بيشتغلوا تحت واحد ثاني. عشان كده هنا ربنا قال لك وما كفر سليمان. سليمان لما ربنا سخر له الجن ما كفر. لكن انت لو اشتغلت الليله مع الجن مع الشياطين يضروا لك ده وينفعوا ده ما بيستغلوا معاك الشغل ده الا تكفر بالله. عشان كده قدام في الايه ذاته ربنا قال وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. شغل ده بمرقك من الدين. انت قال بيتعاملوا كيف بس الصوفيه اللي بيتعاملوا مع الشياطين دول بيتعاملوا كيف؟ انت الا تكفر بالله تشيل المصحف تبول فيه والعياذ بالله او تترك صلاه من الصلوات والعياذ بالله او تسب الدين او تصلي بدون وضوء او تتوضا بالنجاسه ده كله كفر بالله سبحانه وتعالى. تعمل عمليه زي دي شياطين بيشتغلوا معاك يقول لك ها ابو يا الشيخ دار شنو؟ جيبوا الذهب ذاك بيجيبوه. ها؟ اشتغل معك شغل ثقيل جدا ثاني. لكن ده كفر. كفر بالله سبحانه وتعالى. ونحن من فضل الله عز وجل علينا في البلد دي انه الان بصوره نشطه جدا تم تفعيل الماده 22 من القانون الجنائي في السودان. دجل والشعوذه اسمها. ودي الماده الغايزه الصوفيه ناس ابوك الشيخ. هسه لو لقيت لك واحد من الصوفيه ديل قول له 22 يا قول له 22 معاك كيف؟ الماده 22 بتعرفوها قول له ابوك الشيخ قول له بس اصبر تقبض الشرطه. امس كاتبين في الجريده في موقع النيلين الاخباري قالوا اثنين من رجال الاعمال الكبار في البلد ديل جلابه كبار خد بالك. قال تورطوا في اموال دفعوا لساحر سنغالي دفعوا له ما يعادل 44 مليار سوداني بالقديم ومليون بالجديد. 44 مليار ادوها له ولو دارين التزيده عشان تعرف ذات الشيطان بيخش بني ادم ديل كيف. انت يا مستهبل عندك 44 مليار زايده ليه ذاته؟ ما تخليها كده. أكان أكلت فيها لمن مت إنت وماتت أمك وماتت الحلة ما بتكمل ذات. قال داري زيدها الدولة السنغالي دق فيهم مقلب ولا حاجة ما لقوها ثاني. قشا منهم تشت. لكن في النهاية الشرطة ألقت القبض على الدجال السنغالي. أنت طبعا ده بيعمل لك في أبوك الشيخ. أنت لو دخلت لجوه تلقى كاتل عينه وكاتل حيله والبخور مدور. فهمت؟ اعمل لك فاول صالح ودجال. عشان كده اعمل حسابك اوعى واحد يدق لك تليفون يقول لك رسل لي 10 جنيه وبتبقى لك 20 اوعى تبقى بليد.
ولو بقدر يزيدها كان زاد على رقبته براو. فهمت؟ كان زاد على رقبته، ما كان قال لك جيب حد قروشك انت. فديل مشعوذين ودجالين. عشان كده هنا ربنا قال وما كفر سليمان، لانه سليمان تعامل بما اتاه الله عز وجل من المعجزه. اما اللي بيتعاملوا مع الشياطين ديل سحره وكفار. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين. دي العلماء عندهم فيها قولين، ما انزل على الملكين. بعضهم بيقول هنا ربنا ما نزل السحر على الملكين، واللي بيفتنوا الناس ديل شياطين. وقول اخر من العلماء بيقولوا وما انزل على الملكين، ربنا دي على الملكين ديل فتنه. على اي حال يبقى في النهايه الحكم ما يجوز التعامل مع السحره ولا بالسحر. السؤال ده طويل، ما زمن ما بقضينا اليوم. نلتقي ان شاء الله الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله.